الخير. نحن الآن في اليوم الثامن من أيام العدوان، 24/1991. لم يتوقف القصف العشوائي على أنحاء العراق، والذي استهدف جميع مرافق الحياة والمنشآت المدنية، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يوقفوا نبض العراق والعراقيين. وفي هذا اليوم مثل غيره من الأيام كان هذا النبض الأخ، الأب، الصديق، القائد صدام حسين معنا في كل مكان، فتنقل في أماكن عديدة، منها أنه اجتمع مع القيادة وزار جنده في جبهات القتال. في مثل هذا اليوم أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيانين رقم 18 و19، أشارت إلى أن قواتنا أسقطت 7 أهداف جوية في مثل هذا اليوم، وهذا واحد من تلك الأهداف. وكانت البيانات العسكرية قد أشارت إلى أسرع عدد من الطيارين الغزاة، وفي مثل هذا اليوم قبل سنة وجهت قواتنا الصاروخية ضربات مدمرة إلى أهداف منتخبة في حيفا في الأرض المحتلة، وإلى مواقع عسكرية في الرياض والظهران. لا أدري بما أبدأ من الأهداف المدنية التي ضربها المعتدون في مثل هذا اليوم قبل سنة. أبدأ بوسائل الاتصالات فأقول لكم أنهم ضربوا دائرة البريد والاتصالات في البصرة للمرة الثانية، محطة الاتصالات الهاتفية والبريد والمايكروويف في الرمادي، بدالة الديوانية، المجمع الإذاعي والتلفزيوني في نينوى للمرة الثانية أو الثالثة، مرسلات نينوى، محطة كهرباء المسيب الحرارية في بابل، 3 ضربات في 24/1/91. بالمناسبة نحن نعرف أن مراكز الاتصالات تحتوي على أجهزة إلكترونية وكهربائية دقيقة، وممكن لضربة واحدة، لأول ضربة، أن تعطلها، أن تشلها. وما دام هذا قد تم،
فلماذا يضربونها ثانية وثالثة؟ أليس هذا إمعانا بالتخريب اللئيم المقصود بحد ذاته؟ وفي مثل هذا اليوم أيضا استهدف المعتدون رمزا آخر من رموز بغداد الشامخة المرئية، والتي كانت علامة مميزة من علامات بغداد، شعلة مصفى الدورة. نحن نعرف أن هذه الشعلة التي ألفناها كانت علامة اتجاه ونحن نتنقل في بغداد من مكان إلى آخر، شعلة الدورة المضية الدائمة الخالدة. أرادوا إطفاءها في هذا اليوم قبل سنة، فضربوا مصفى الدورة، أقدم مصفى في العراق. حتى بيوت الرحمن لم تسلم من أذى. هذه النشرة التي صدرت قبل أيام من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الشعبي العالمي الخامس الذي تم في بغداد من 12 إلى 15 رجب الخير عام 1412 للهجرة، المصادف 17 إلى 20 كانون الثاني 1992. وهذا الكراس الملون يضم صور ومعلومات باللغتين العربية والإنجليزية حول المساجد والجوامع ودور العبادة التي أصابتها الأضرار أو التدمير من جراء العدوان بكل صفحاته. ويسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله فاضل وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والذي سنتحدث معه عن هذا الجانب من تأثير العدوان. أهلا سيادة الوزير. أهلا ومرحبا. سيادة الوزير، ربما من المفيد أن نبدأ حديثنا معكم حول المكان الذي انطلق منه العدوان ضد العراق. يعني أن تجتمع قوات 33 دولة على الأرض المقدسة، وأن تجتاز الصحراء التي وصلت من خلالها أو عبرها القوافل المسلمين الأوائل نحو العراق تمر من خلالها الآن بعد 1412 سنة أو 11 سنة من الهجرة، قوافل وقوات المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه. فأولا أتقدم بالشكر الجزيل للفرصة هذه لكي نتحدث عن أولا الجريمة التي اقترفت بحق أمتنا وبحق مقدساتها، لأنها أول مرة بعد
1400 سنة من عصر الرسالة الإسلامية، وبعد أن تم تحرير أرض الجزيرة الطاهرة من رجس المشركين وعبدة الأوثان، يجري تدنيس هذه الأرض وما حولها، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وما حولهما من ثرى طاهر مشت عليه أقدام الصحابة المجاهدين وحرروا وطهروا أرض الجزيرة وحرروا البلدان الإسلامية من الشرك ومن العبودية والاستبداد. في هذا العصر في نهاية القرن العشرين يجري تدنيس هذه الأرض بمساهمة من أناس محسوبين على هذه الأمة، ساهموا باستقدام جيوش من قوى الكفر لكي تدنس هذه الأرض الطاهرة ولكي تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أكدوا بعدم جواز وطأ أرض الحرمين وما حولهما من قبل أي مشرك. سيد الوزير، احنا من خلال الأيام الماضية يعني شاهد المتفرجون المواطنون من خلال شاشة التلفزيون كم عدد المساجد والجوامع وحتى الكنائس التي أصيبت. هل عندكم إحصائية عن عدد بيوت العبادة التي أصيبت جراء العدوان؟ استهدفت ليس فقط كما ذكرت حضرتك الناس والبشر والمؤسسات ومرافق الحياة، بل استهدفت حتى دور العبادة هذه اللي في كل إنسان، بل في كل العصور كانت محط احترام وتقديس لا يجوز التقرب إليها، بل تعتبر الإنسان الذي يستجير فيها هو لكي يحقق حالة الأمن والأمان فيها. ولكن مع الأسف هؤلاء الكفر الغادرين عبروا عن حقدهم وعن بغضهم لكل هذا التاريخ المجيد لأمتنا ومقدساتنا، أن ضربت هذه المساجد ودور العبادة والناس هم فيها يتعبدون وهم راكعين وساجدين وأول لاجئين لادوا إليها. نعم، قسم على سبيل المثال الذين كانوا بجوار مدينة النجف التي فيها مرقد الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، والناس يعتبرون هذه المدينة لما لها من قدسية عند المسلمين، يتصورون أنها ممكن أن يحترمها أو تحترمها قوات العدو أن لا تضربها أو لا تنالها بعدوانها، وبالفعل سقطت قذائف بأمتار قليلة عن العتبة الحيدرية المطهرة، بل وقعت قذيفة يعني شظايا من قذيفة في داخل الصحن الحيدري. معنى ذلك أن الضرب كان قريب منها جدا يعني؟ لا، البيوت اللي لا تتجاوز 20 متر أو 25 متر عن الحضر الحيدرية هدمت تقريبا أكثر من 15 بيت أو 19 بيت، وفنيت أكثر من 11 عائلة بالكامل. معروف هذه العوائل بعراقتها، هذه العوائل النجفية، عائلة بيت الحبوبي والعوائل القديمة، لأنهم ساكنين في المدينة القديمة التي هي كما تعلمون بملاصقة للحضرة الحيدرية. فإذا الذي يضرب الصاروخ ويقع بالقرب من هذا المكان الطاهر 5 أمتار و 10 أمتار و 20 متر، معناه ممكن كان يصيب المرقد نفسه. كان نحن نعرف أيضا أن كثير من المواطنين ذهبوا إلى بعض المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف أو سامرة، ومعتقدين أنه ذول الغزاة والمعتدين راح يحترمون حرمة تلك المدن. سامرة نفس الشيء، سامرة بها كما تعلمون فيها مرقد الإمام الحسن العسكري وعلى الهادي عليهم السلام، فبالضبط أمتار قليلة تجاوز 35 متر البيوت اللي موجودة، تم تدمير أكثر من 9 بيوت دور للمواطنين اللي بالطبع قصفوهم في الفجر بالضبط.
وتم استشهاد 3 طفلتين ومعلمة وجرح تقريبا أكثر من 19 شخص، وهدمت حوالي أكثر كما قلت أكثر من 9 دور بالكامل هذا حول مرقد الإمام علي الهادي وحسن العسكري. نعم. بل حتى الشبابيك الروضة. نعم. قد انقلعت جام عنها. نعم. تكسر وأحدثت فطور يعني انشقاقات في جدران الروضة العسكرية المطهرة، موجودة لحد الآن شاهدة، وإحنا الآن في صدد إصلاحها، وسيد الرئيس رصد عمر بي رصد مبلغ تقريبا حوالي 1,200,000 دينار لكي يتم إعمار الروضة العسكرية المطهرة. بس الوزير لسه ما قلت لي قد عدد الجوامع المجموعة يعني. الجوامع اللي تضررت. نعم. 90 جامع. نعم. في أنحاء العراق. نعم. هذه الجوامع قسم أضرارها بشكل نهائي تهدمت. نعم. وهذه المساجد والجوامع اللي تهدمت بشكل نهائي عددها 8. نعم. موجودة في البصرة، في جامع سيدنا عثمان، جامع المعقل، جامع الكواز. نعم. مقام الإمام علي، الجامع الكبير، الجامع الكبير في البصرة، الجامع آخر في خانقين. نعم. وجامع آخر في أعتقد لكي أعطي في السماوة. نعم. مسجد جامع السماوة الكبير وحسينية في مدينة السماوة، هذه هدمت بالكامل. نعم. وهنالك جوامع تعرضت إلى أضرار بنسب متفاوتة، قسم منها 60% وقسم 40%. احنا شفنا إذا عرضنا خلال الأيام الماضية سيادة الوزير كثير من لقطات الجوامع المخربة. بس قبل ما نستمر في هذا، على ذكرت جامع عثمان. نعم. في وقتها طلعت دعاية في الإعلام الغربي. نعم. بأن العراقيين، الحكومة العراقية هي تقصدت ضرب جامع عثمان في البصرة حتى تثير مشاعر المسلمين وتهيجهم ضد المعتدين يعني، وأنه هذه عملية مفتعلة. أولا العراق لا يحتاج لكي يثير الناس ضد المعتدين، لأن المعتدين دنسوا كل شيء، ضربوا البيوت الآمنة وضربوا المستشفيات والمعابد والجوامع. طيب إذا العراق هدم جامع وفجر جامع عثمان، 90 جامع في كل أنحاء العراق موزع على كل خارطة العراق، هل هذا كان يستهدف يعني بأن يهدم الجامع كلها؟ كما قلت 90 جامع، 25 جامع في بغداد ضرت بنسب 40 و70%، في ميسان 4، في البصرة 14، لأن كما تعلم كافة مساجد بين أبو الخصيب والفاو هدمت. وقسم من عدا 50% و70%. المسجد، مسجد الفاو الكبير الذي بني قبل حوالي بحدود سنة، تعرض أيضا إلى أضرار كبيرة من جراء القصف الصاروخي. الجانب الآخر هنالك كنائس، لأنه أول كنيسة ضربت في اليوم الثاني للعدوان. أو الثالث، في اليوم الثاني أو الثالث بالضبط في الموصل. وفي اليوم الثالث جرى إقامة قداس ديني مسيحي في الكنيسة المهدمة، في نفس الكنيسة المهدمة. نعم. قام بإقامة هذا القداس، اللي قدس هذا القداس هو ذكر المطران صليبة. نعم. من السريان الأرثوذكس. نعم. وهو يقدس بحضور كل مسيحي المحافظة من كل المذاهب، سريان وكاثوليك وكلدان ولاتين. أيضا ضرب الكنيسة، وبأثناء القداس ضرب مرة ثانية وانجرح بعض الناس. نعم. مما لم يستطع الناس أن يبقوا يكملون القداس. نعم. لكي نعرف أن هنالك حقد وهنالك استهداف لكل ما موجود من معالم حضارية وثقافية ودينية وعلمية وخدمية وزراعية وصناعية. يعني هي لم تكن حقيقة كما يقولون حرب نظيفة وحرب محدودة. نعم. وحرب وقائية، لأن إذا كانت حرب وقائية المفروض ما يضربون الجوامع والمساجد.
سيد الوزير، احنا نعرف ايضا ان الجوامع او المساجد وحتى الكنائس دائما في المناطق المكتظة بالسكان. نعم. فعندما يصاب جامع معناها كان الهدف ايضا او المستهدف كل المنطقة باحيائها السكنية ان كانت شعبية او غير شعبية. فمعنى هذا انه يعني الاشياء الذي كان يقصف ليست جبهة او ليست يعني منشآت عسكرية بالتأكيد. طبعا هو كل مساجد العراق، وهذا قسم عنده مساجد تاريخية هي معناها موجودة في وسط الأحياء الشعبية. نعم. المكتظة بالسكان، يعني هذا اللي أقول. مسجد البصرة الكبير في وسط البصرة في مدينة البصرة القديمة. هذا تهدم، ضرت كل منشآت من أجهزة التكييف، مركز التبريد، وكل منشآت العمرانية، بل كان الناس يصلون به في وقت الضربة. في وقت الضربة كانوا يصلون الناس صلاة العصر وضربوا. نعم. في صلاة العصر. وموجود قسم من بقى الصور اللي بالفعل قبل أن نباشر بعملية إعادة البناء والإعمار، موجود الصور كاملة وتاريخ التصوير. فحقيقة أقول أن المنهج والصيغ والأساليب اللي مورست بها والاستخدمت كل الأساليب وروح العدوان اللي تأصلت شعبنا، ولهذا يقول أن هذه الحرب في أساليبها ومارست بها من عدوان واستخدام كل أساليب الدمار عبرت عن حقد، لأنها استهدفت كل مقدساتنا. لم يحترموا شيئا، لا الدين، لا الحياة، لا الصناعة، لا الطبيعة، لا البيئة، الإنسان، لا الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، كرمه على كل المخلوقات. لم يحترموه في كل مواقع اللي هو في مجالات اطمئنانه، هو نايم بالليل، هذا هجيع الليل، الناس اللي تطمئن، الطفل والرضيع والمرأة والمريض. وكانوا يصرون على أن يجعلون الليل وقت مباشرة بعدوانهم. ما أعتقد مواطن، بل حتى الأجانب اللي كانوا يعيشون بغداد في تلك الفترة عرفوا أن كان هدفهم هو أن يخلقون حالة من حالات، يعني يخرجون عن نواميس الله سبحانه وتعالى والنواميس البشرية والسماوية، يضربون الناس وهم نيام وهم يصلون وهم في المستشفيات. هذا أعتقد الناس سوف تذكر هذه الجريمة عبر كل التاريخ، وسوف تبقى تلعن الذين فجروا هذا العدوان والذين كانوا سببا في تنفيذ هذا العدوان أو استخدام هذه القوى الكافرة. راح تبقى الأجيال تلعنهم كما تلعن أبي رغام. سيادة الوزير، احنا نتحدث عادة طبعا في هذا البرنامج عن الدمار، ولكنكم ذكرتم قبل قليل مسألة إعادة الإعمار في بيوت العبادة، فهل نستطيع أن نعرف إلى أي درجة وصلت إعادة إعمار العتبات المقدسة والمساجد والجوامع وغيرها؟ باشرنا أولا بإعادة إعمار، أعطينا الأولوية في هذا الجانب إلى إعمار الحضرة الحيدرية، والآن أنجز بالكامل إعمار الحضرة الحيدرية في النجف، فقط أعمال التذهيب البسيطة والزخرفة بالذهب والفضة للأبواب لبابين الرئيسية، أما القبة فتم إعادة طلاءها وإعادة ترميمها إعمارها بالكامل، والصحن وما تعرض إلى من أضرار. وكذلك المسجد الكوفة، لأن تعرض كما قلت بالعدوان الثلاثيني وتعرض إلى صفحة الغدر والخيانة، فكذلك أنجز مسجد الكوفة، وأنجز كذلك ترميم وإعادة إعمار مرقد مسلم العقيل. بالنسبة للحضرة العباسية تجاوز الإعمار إلى 80%. وبالنسبة للحضرة الحسينية تجاوز إعادة الإعمار إلى 75%. راح نكمل إعمارها قبل الفترة المقررة لها، راح نختصر الزمن اللي كان مقرر إنجاز الإعمار به حقيقة بسبب ما يقومون به العاملين والفنيين من منتسبين وزارة الأوقاف من عمل مثابر حتى في الليل يشتغلون، ونحن مطمئنين إن شاء الله سوف ننجز بالكامل. الآن بالطبع الزيارات مفتوحة، يعني أعمال الترميم لا تؤثر على ممارسة الطقوس الدينية والزيارة والصلوات وزيارة الناس ليلا ونهارا. أقول أن هنالك منشآت ومشاريع تخص الناس
تقوم دائما وزارة الأوقاف بإنشائها لكي وهي استثمار أموال الموقوفة في أبنية ومنشآت تجارية وسكنية ومراكز اجتماعية ومدارس دينية، حتى هذه تعرضت لأضرار كبيرة في البصرة وفي بغداد وفي إدهوك، المدرسة الدينية وستة دور للعاملين في المدرسة الدينية تم تهديمها بالكامل. احنا لاحظنا ايضا خلال هذه الايام التي شاهدنا فيها بين المناطق المدنية التي صيبت عمارات وبيوت تابعة الى وزارة الاوقاف يعني، ومدارس ايضا اعتبر مدارس دينية. عندنا المدرسة الدينية في دهوك تم تدميرها بالكامل مع الدور الاربعة الملحقة بها المخصصة لخدمات المشايخ الذين يقومون بالتدريس في هذه المدرسة الدينية. المجمع التسويقي اللي هو عبارة عن سوبر ماركت كبير جدا في القادسية، هذا أيضا تضرر. ليش تابع لوزارة الأوقاف؟ نعم، بناية تابعة للأوقاف يحتاج كلفة إعادة إعمارة إلى 2 مليون دينار. هذه المشاريع أو المنشآت أو المرافق الخدمية والدينية والتجارية تحتاج إلى إعادة إعمار 18,756,000 دينار. أما العتبات المقدسة فما رصد لها لكي يتم إعادة إعمارها في هذا الجانب 35 مليون دينار، مع تخصيص 100 كيلوغرام من الذهب الخالص و 200 كيلوغرام من الفضة الخالصة. إلى جانب الجوامع والكنائس ضربوا المعاهد والمدارس، كما ضربوا المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا شيء منها. كله من هذا الغط، هذا اللي يدعي بوش يدعي انه انا اقصف منشآت عسكرية. هاي المنشآت العسكرية لو بيوت هاي سكنية مع الاطفال، في هاي يعني اللي يدعي بها بوش او حسني مبارك العميل او فهد العميل الاخر، هو هاي اللي يدعون بها هذول الاسلام، ما يصير يعني. هاي الله ما يقبل بها، ولا دين المسيح هم يقبل بها، دين المسيح مع البوش هذا هم ما يقبل بها. بل لا، هي عسكرية، هي بعيدة عن الأهداف العسكرية. ماكو هدف عسكري هنا بهالمنطقة، ماكو هدف عسكري. هاي تفضلوا، إذا أكو هدف عسكري بهالمنطقة هذه يعني أنا مسؤول عن كلامي. هذا الجامع ايضا حتى في جماعه متهيئين للصلاه ودي يتوضون دي يصلون صلاه المغرب، وايضا راحوا منهم فوق الستة، حتى بيوت العباده ما خصت منهم يا ستة يا ستة. هاي بس بالجامع، بس بالجامع. هاي بس بالجامع اللي دي يصلون راحوا. Like the Americans, being in action brought a camaraderie impossible to imagine in peacetime. Hi, Mom. We're back. Yeah. Well, say it ran on rails. Moment. Oh.
عدد من هؤلاء القتلة منفذي ضربات الدمار لم يعودوا، فقد سقطوا على أرض العراق، وقعوا في الأثر. في اللقطات التالية سنرى كيف تم تسليم بعض الأسرى إلى الصليب الأحمر بعد إيقاف إطلاق النار. Look, man, you got a wide angle lens, you got some step back to 20 centimeters. But if everybody steps back, you know, then everybody can shoot. Please, let's go. لم يكن من السهل أن ينجو هؤلاء المعتدون من انتقام الشعب عندما يسقطون بين أيدي المواطنين. فليس من السهل أن تكبح غضبك عندما يكون بين يديك طيار كان قبل دقائق قد ضرب مدينتك، هدم بيتك، حرق مزارعك، هدم مدارس الأولاد، حرق مخازن الأغذية، دمر المرسلات، وسائل الاتصال، هدم الجسور. ومع ذلك كانت السلطات المختصة حريصة على حماية هؤلاء المعتدين، فصدرت بهذا الخصوص بيانات عديدة، منها على سبيل المثال هذا. عندي هنا عدد من جريدة الجمهورية صدر قبل سنة، وفيه نداء من ناطق عسكري يدعو فيه المواطنين إلى أولا السعي لإلقاء القبض على هؤلاء الطيارين المعتدين، وثانيا المحافظة على حياتهم، بعنوان 10,000 دينار مكافأة لكل من يلقي القبض على طيار أجنبي أو يخبر عن مكان وجوده. ويقول البيان: ندعو جماهير الشعب البطلة والجيش الشعبي للانتباه إلى طياري العدو عندما يقفزون بالمظلات لإلقاء القبض عليهم. وكان قد ألقي القبض فعلا على عدد من هؤلاء الطيارين الذين نحتفظ بتسجيلات معهم.